هلأ ليست كل أحلام القطة هي رؤية، بالأغلب معظمها بتكون نفسية مثلاً أو من الشيطان، خصوصاً إذا كانت سوداء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه الشيطان يتمثل بالكلب الأسود والقطة السوداء، بس على شرط ما يكونش فيها ولا أي لون غير اللون الأسود. ولكن هون إذا كان أغلب على ظن المفسر إنه اللي رأى هذا الرأي بالقطة هي رؤية وبدها تفسير، فهون طبعاً نأخذ بالتأويل. للحامل غير جيدة رؤية القطة تماماً، خصوصاً إذا بتكرر، لأنه هون بيكون تهديد يا بالإجهاض أو تكرار الإجهاض أو مصاعب الحمل، إنها بتمر بمعاناة في فترة الحمل وبدها تدير بالها على حالها. لكن المرأة بتختلف، سبحان الله، يعني تفسير القطة بيختلف حسب نوع الشخص وطبيعة الشخص ووصف الشخص، بيجي هون التفسير بيختلف بالنسبة من شخص لآخر. يعني مثلا للمرأة الكبيرة بالسن المتزوجة اللي عندها أولاد أو حتى إنها أكبر، إذا رأت القطة بيكون أمراض خلال هاي في السنة هاي اللي هي فيها. طبعا شدة الأمراض وصعوبة الأمراض حسب طبيعة القطة وحسب شكل القطة وحسب وصفها، على شرط إني أرى القطة في بيتي أو في المكان اللي أنا عايش فيه، يعني في المحيط اللي أنا متواجد فيه. مثلا إذا لقيت القطة شرسة، إلها أنياب، بتعمل أشياء مجعزة شريرة، ولقيتها ناصحة مثلا وكبيرة الحجم، فهون الأمراض إنها شديدة وصعبة. ولكن ما يخاف الرأي، هي أمراض عادية من الأمراض اللي بتمر على الإنسان خلال السنة، وممكن إنه يجتازها الإنسان بسلام، ما إشي بخوف. لكن لما برا القطة هزيلة ضعيفة مددة على الأرض جدا جدا ضعيفة، هون لا، بالعكس إشي بيطمن إنها الأمراض خفيفة خلال هاي السنة وبتمر مع الرأي بسرعة، وممكن إنه ما يتأثرش فيها أبدا الرأي. أيضا القطة ممكن تدل للرجل على المرأة المشاكسة العنيدة، ولكن مش أشوفها بالبيت، يعني أشوفها الرأي خارج البيت مش في البيت، لأنه أنا قلت هون حسب طبيعة الشخص وين أشوفها، يعني لما أشوفها بالبيت غير لما أشوفها برا، لما أشوفها برا غير لما أشوفها بالبيت، وهكذا. فزي ما قلت إنها تكون مشاكسة. ممكن إذا لقيت القطة وقعت من فوق ماتت، أو إن لقيتها ملقاة ممددة، هذا خلاص من الشدائد تماماً على الإنسان. القطة السوداء ليست رؤية كما حكيت أنا قبل شوي، ممكن إنها تكون من الشيطان، وهذا زي ما ذكرت بالأول إنه الشيطان بيتمثل بالقطة السوداء.